اختر رفاقة. اختر جماعتك. اختر مجتمعك. لا تختر الذين يكذبون. اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. نتعلم من رسول الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. من القضايا الإيمانية الأساسية التي يركز عليها القرآن دائما هي أن العمل هو أساس الخلاص في الدنيا والآخرة. فأنت كإنسان تساوي عملك. عملك في الدنيا هو الذي يحدد لك مكانتك في الدنيا. والله يريد لنا أن نقدر الناس بأعمالهم لا بأموالهم ولا بأنسابهم ولا بمواقعهم في الحياة، ولكن الله يريد لنا أن نقدر الناس بأعمالهم، كما أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نعطي للعمل قيمته من جهتين: من جهة تأثيره في حركة الحياة سلباً أو إيجاباً، ومن جهة النوايا والدوافع التي تدفع إلى العمل. فإن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، كما أن الإنسان يحاسب على عمله من خلال كل النتائج التي تنتج عن عمله. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالعمل ينطلق، لا بد أن ينطلق من نية صالحة ليكون عملا صالحا، ولا بد أن يشكل الامتداد الصالح ليكون العمل الذي يعطي أكله كل حين في حركة الحياة. وهكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعتبر أن العمل هو الأساس. كما قلنا في الدنيا، كما أن الله اعتبر العمل هو الأساس في الآخرة من حيث القاعدة. القاعدة التي ركز الله عليها مسألة القيمة الإنسانية هي مسألة العمل بحسب قيمته
في دوافعه ونتائجه، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة الثواب والعقاب تابعة للعمل. من جاء بالسيئة فله من الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تلك هي المسألة. كما أن هناك نقطة مهمة في قضية العمل، فالله يقدر العمل بحسب وعيك للعمل، فإن الله يثيب الناس على قدر عقولهم كما أنه يحاسبهم على قدر عقولهم. ولذلك كان عمل العالم الواعي المنفتح على كل مجالات العمل، كان عمل العالم الواعي إذا كان عمل خير أفضل من عمل غير العالم. لو صلى إنسان 100 ركعة ولم يكن واعيا لمعنى الصلاة ولروحانيتها ولآفاقها ولكل الخصائص التي تجعل منها عملا يوحي بالمعنى الروحاني في نفس الإنسان، فوصلى إنسان آخر 2 ركعة ولكنه كان واعيا لكل خصائص هاتين الركعتين من جميع الجهات، فإن 2 ركعة من العالم تفوقان 100 ركعة أو 1000 ركعة من العبد، باعتبار أن العمل ليس مجرد يعني جسم العمل، ولكنه أيضا وعي العمل بمقدار ما يكون وعيك لعملك بمقدار ما يعطيك الله أجر. وكذلك خطيئة العالم يتضاعف عقابها عن خطيئة غير العالم، لأن العالم يخطئ عن علم مما يجعل خطيئته عن سابق إصرار وتمرد، بينما غير العالم يخطئ من حيث هو جاهل. قد لا يكون الجهل عذرا، ولكن النتائج مهما كانت لا تكون بالحجم الكبير. لذلك العمل وعي ونية ونتاج. فالله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائر يقال يعبر عن العمل باعتبار أنه يخرج من الإنسان، يقول طار سهم الإنسان يعني خرج سهمه، فطائره يعني عمله. فيقول أن عملك ألزمناك أيها الإنسان عملك في عنقك تماما، كما هو القيد في عنقك وكما هي القلادة في عنقك. كيف تحيط القلادة بالعنق؟ كيف يحيط القيد في العنق؟ عملك يحيط بك، كناية عن أن عملك يحيط بكيانك ويحيط بذاتك، فذاتك تساوي عملك ومصيرك ينطلق من خلال عملك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يسجل فيه كل عمل من أعماله من خير أو من شر. اقرأ كتابك يلقاه، ما يحتاج إلى أن يفتحه، سيجده منشورا أمامه ويستطيع أن يقرأ حتى لو لم يكن قارئا. إن الله يجعله يقرأ إما قراءة مادية أو قراءة معنوية. اقرأ كتابك، لن نحاسبك
يعني لن نحتاج إلى أن نحاسبك، أو سنحاسبك بعد أن تحاسب نفسك أنت. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت عندما تقرأ كتابك تتذكر كل عملك، وتنطلق في ذكرياتك لينفتح الماضي أمامك بكل تفاصيله، أين كنت وماذا عملت، في سر كنت أو علن، في سفر كنت أو حضر، مع الناس أو وحدك، إن كل تلك التفاصيل تقدم إليك لتدرس من خلال معرفتك بالنتائج التي أقام الله عليك الحجة فيها عندما كنت في الحياة، نتائج العمل الصالح، وما هو مصيرك من خلال العمل الصالح، ونتائج العمل السيء، وما هو مصيرك في العمل السيء. إنك ستستطيع أن تحاسب نفسك وتحكم على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويفصل الله ما في هذا الكتاب في آية أخرى، ووضع الكتاب هنا، نشر الكتاب ووضع الكتاب أمام الناس، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدركون الحقيقة بعد أن كانوا يهربون منها، يواجهون الواقع بعد أن كانوا يبتعدون عنه، لأن الإنسان في الحياة لا يحب أن يواجه عمله، ولا يحب أن يواجه نتائجه، ولكن ذلك اليوم هو اليوم الحق، ذلك اليوم الحق هو اليوم الحق، ولا مجال للتهرب، لأنك إذا كنت في الدنيا مشغولا عن عملك بمالك، ومشغولا عن عملك بجاهك، ومشغولا عن عملك بأولادك، فإنك في يوم الآخرة لا يمكن أن تشغل بأي شيء، لأنك مشغول بنفسك. وهكذا تتمثل في السورة الكريمة في الآية الكريمة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. تلك هي المسألة. وهكذا نجد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، كلمة صغيرة شتمت فيها زوجتك، ضربت فيها ولدك بدون حق، عبست في وجه مؤمن فأذللته، تحدثت عن مؤمن بما يسيء، آذيت جارك، وهكذا أشياء صغيرة لا تدرك ب لا يستطيع الإنسان أن يتذكرها، ولكن هذا الكتاب يثبتها، لأنه الأول الله يحدثنا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسجل فيها المجال، في أشياء مسجلة أيضا هذا الكتاب يجمع، في أشياء أنت عندك أشياء في كتابك، نوعية الكتاب الورق الله أعلم، بس أيضا في عندك كتاب
شريط التسجيل الذي هو جلدك، هذا شريط التسجيل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. تسجيل هناك كتاب قراءة، هنا لا، المسألة في أنه تتحول وإلى شريط تسجيل. أبدا ما أدري زر الكهرباء كيف بيكون هذا، والله ما يحتاج إلى أزرار كهرباء في هذا. ولذا الساعة أعطانا وين أزرار الكهرباء لما نفكر، وين أزرار الكهرباء لما نتكلم، وين أزرار الكهرباء لما نتحرك. في أشياء تتحرك آلية تحاول تخليلها بطارية، بس إحنا بطاريتنا منا وبينا، الله سبحانه وتعالى هو خليها ذاك الوقت، الله أعلم شو هذا. مهم شريط تسجيل ينطق، تحرك، يقول لك اسمع أنت اليوم نختم، لا تحكي أبدا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ أنتم راح تتعذبوا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. واحد يشهد بشيء يكون على خلاف مصلحته، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. واحد يتخبى من جلده أو يتخبى من هذا بس. أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. الشيء الثالث شو هو؟ هو ما في قلبك. هذا لا تسجله يعني الجلود ولا تسجله الملكة. وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. الله سترنا بالدنيا، ولذا بالدعاء شو نقول؟ ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك. مثل ما سترتنا يا ربي بالدنيا سترنا بالآخرة، لأنك أنت الستار، يا ستار العيوب وغفار الذنوب، هكذا. فالقضية إذن عندنا ثلاث رقباء، ملكان، جلودنا وربنا فوق كل شيء. هذا وين نروح بعد؟ ما في مجال كلية لأي شيء. هذا الآن إحنا الله يحدثنا عن هذا الكتاب، يعني كيف واحد يأخذ الشهادة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، عرف أنه من أصحاب اليمين، من أصحاب النجاح، فيقول ها، يركض، تعال يا فلان، تعال يا فلان، تعال يا فلان، شوف تعال اقرؤ، خذ عندي درجات. ها أم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني ما شفت هالساعة وما قريت هذا، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذن الإنسان في هالقضايا إذا كانت المسألة بهذا الشكل، هو أحد يقول هسه هذا بالآخرة اليوم الله يهون، الله ستعجبنا بالدنيا حتى لا. إذا عرفت بأن كتابك هو مصيرك، فعليك أن تحاسب نفسك في الدنيا قبل أن تحاسب نفسك في الآخرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كل يوم. هل منكم ممن يبيع ويشتري ويعمل، من لا يحسب حساب
ماله في آخر اليوم ربح أو خسر؟ ما هو الضرر؟ أنه أيضا نعمل إحنا مثلا دفتر صبح، والله أنا اليوم أول ما استفتحت صليت الحمد لله، حمدت الله، قرأت قرآن مثلا، سبيت المرأة، ضربتها أيضا كذلك، ضربت ابني بدون حق، جاري كذا، اغتبت فلان، كذبت على فلان، سبيت فلان، شتمت فلان، غشيت فلان مثلا بهالشيء، وهكذا اكتبهن حتى تعرف بالأخير الجمع والطرح كم هو. أنت اجمعهن وبعدين اطرحهن كلهن، يصير صفر، تقول اللهم إني تائب. من التائب يعني لا تخاف أنك تجمعهن، أنت جمعهن حتى تشوف قديش الجميع في هالحال. الله قال لك طريقة، اجمع مهما اجمعت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرطها وشروطها. توبوا إلى الله توبة نصوحة. وش أنك تعمل هيك يعني؟ أنا بتوب اليوم وبكرة بعد هذا، وتوب بكرة وبعد، ما بيصير هذا. توبة أن تعقد قلبك على هذا يوميا. شوف حسابك. يا أيها الذين، هاي مو من عندي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو رصيدك المستقبل؟ يعني أنت ايش عندك رصيد؟ نقدر نحسب حسابات، وسنكتشف من خلال عملية الحساب لأعمالنا، سنكتشف أن ما نذنب به كبير. ناس ما يطلعون للذنوب إلا قصة أنا والله ما قتلت أحد مثلا، أفرض ما سرقت أحد مثلا، لكن الغيبة من الكبائر، النميمة من الكبائر، الظلم تضرب إنسان بدون حق من الكبائر. وإذا أنت تشوف نفسك من الصبح لليل عامل لك ما شاء الله من الكبائر والصغائر. يقول على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ماشي في صحراء، والحجاز كلها صحراء، فقال لهم اجمعوا لنا الحطب. النبي أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن شاف فكروا جماعة أنه حطب، لا الدنيا مثلا برد حتى أنه لا نطبخ حتى، ليش حطب؟ كل واحد يا رسول الله آخر ما في حطب، لأن لا حطب وين؟ مكان في غابات، مكان في أشجار، في كذا ناس، هذه كلها ما في وين، كلها ما ليس هناك إلا الرمال. قال جربوا، كل واحد راح الطريق، هذا شال عودة، ذاك خشبة، ذاك غصن شجرة، وهكذا مما جاءت به الرياح جاءوا وخلوا قدامني. وإذا اجتمع من ذلك شيء كثير وجلسوا وهم بعدهم حائرون، النبي ماذا يريد بهذا؟ حسب ما تقول الرواية قال لهم هكذا تجتمع محقرات الذنوب فتكون كبارا. هاي العودة شوفها لحالها، شايف ما في شيء، هلا واحد يظن أنا الحمد لله ما عامل شيء، لكن باليوم أنا اشتمت لي فد 1000 شتمة، اغتبت فد 50 غيبة، افتنت ما تعرف شلون تجي هذا. هذا المعنى، إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع فتصير كبيرة كبارة. بعض الناس يقول إيه هاي من الصغائر، الإصرار على الصغيرة كبيرة، صغيرة لكن إذا أصريت عليها تصير من الكبائر أيضا. لذلك الإنسان لابد عندما نقرأ هذه الآيات ونعرف أننا سنواجه موقفا نقرأ فيه كتابنا الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، علينا أن على الأقل نمحي بعض الوقت، ما نقدر نمحي شيء. هلا انت اذا عندك وثائق ويمكن تعرف انه راح تدينك، هلا لو عندك وثائق الان بالدنيا، وثائق يمكن تدينك اذا قدمت، ما تدري متى تاتي وقت المحكمه ويجوا يهجموا عليك البيت وياخذ الوثائق، شو يسوي؟ ما تمزقهم الوثائق؟ ما تمحيهن اذا كان ينمحي؟ لانه حتى عندما يجوا
ويتهموك بتهمة حتى ما تشعر ما حد يكون إلى حجة عليك هالموضوع هذا. هذا غالبا نعملها بحياتنا هكذا. احنا الوثائق اللي عندنا هذا الكتاب نقدر نمحي. التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هذه كل إنسان يوميا يحاول يحصي أعماله ويتوب ويعزم، وإذا فرضنا مثلا رجع غصبا عليه كذلك يتوب ويدعو من الله، يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل توبته توبة سريعة هذه، فاجعل توبتي هذه توبة اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. اللهم وأيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة، توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. أنه هكذا نوصل بحيث واحد لما ينام ما يدري قد يجي الموت منه، بحيث يضع توبته تحت رأسه، اللهم إني تائب. هاي الشيء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي والزهراء سلام الله عليهما، وسموا تسبيح الزهراء، أن الإنسان قبل ما ينام يلفت على الله سبحانه وتعالى. هاي في تربية إسلامية، أنك أنت الآن عندما تنام قبل أن تنام مو بس تفكر بأمورك الدنيوية وهمومك، لا، اذكر عظمة الله، كبر الله 34 مرة، احمد الله 33 مرة، سبح الله 30، بحيث تنام وقلبك مملوء بعظمة الله سبحانه وتعالى فيما تكبره وفيما تحمده وفيما تسبحه، يكون قلبك مملوء بعظمة الله سبحانه وتعالى حتى تنام والله في كل قلبك وتستيقظ والله فيها أيضا. لما تنام تعمل، عندما تستيقظ أيضا مثلا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرما، أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك وتضمنا مشيتك ونتصرف عن أمرك ونتقلب في تدبيرك، ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير هم مع الله. يكون نعيش مع الله سبحانه، كلما عشنا مع الله أكثر كلما خفت ذنوبنا أكثر، كلما انسجمنا مع طاعة الله أكثر، كلما أحببنا الله أكثر. أنا دائما أقول لنفسي وأقول لكم أن الإنسان لازم إحنا نفتش على أصدقاء أوفياء، من أوفى من الله سبحانه وتعالى، من الذي بحيث ترتفع الصداقة من خلاله غير الله سبحانه. أن تكون صديق الله، أن تكون حبيب الله، هذا عظيم، هذه عظمة من قيمة الناس. صادق الله وصداقة الله سبحانه وتعالى لها جانب نفسي، اجلس مع الله وتحدث معه بكل آلامك وكل مشاكلك وكل همومك، نائما كنت أو قاعدا، قائما أو قاعدا، ماشيا أو راكبا، في أي حالاتك، ما في رسميات. هسه بعض الناس يقول لك إذا تجلس مع الله لازم تجلس، لا نقول لكم لا، أنت وعاري احكي مع الله سبحانه وتعالى، أنت في أي مكان تكلم مع الله سبحانه. هاي شكليات بيان مع بعضنا، أما مع الله شو شكليات، هو خلقنا عراة، شو يعني بدنا نقعد نسوي رسميات مع الله؟ ما نسوي رسميات مع الله. بعض الناس يحدثون لازم أن تجلس كما يجلس كذا مع السلطان مع الكذا، الله سبحانه وتعالى هو كلنا ملكه إحنا. نعم، أن يكون يمتلئ قلبك بعظمة الله، يمتلئ قلبك بخشية الله، يمتلئ قلبك بمحبة الله، هذا العيش الدائم مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم جدا، هو الذي يجعلنا دائما عندنا عقدة من الذنب. يمكن ما نستطيع على أن مو معصومين، إحنا كلنا خطأون، لكنه عقدة، لما الذنب بعقدة دائما هالعقدة تقول لك تب إلى الله سبحانه وتعالى. هاي أن تخلي في نفسك أنك إذا فعلت تتوب. إن الذين اتقوا
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما يظلون في الغفلة. المتقين ليسوا غافلين، فإذا جاءتهم الغفلة من خلال طواف الشيطان بهم فإنهم يستطيعون على أن يتذكروا يرجعون إلى يقظتهم. هذا الفرق بين المتقي وغير المتقي. قد يخطئ كما أن الفاسق يخطئ، ولكن الفرق بين التقي وغير التقي أن التقي عندما يخطئ يتراجع، وغير التقي عندما يخطئ يصر على خطئه. هذا وإلا ما لا التقي معصوم ولا ذاك أيضا معصوم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أنت إذا كنت مهتديا صالحا خيرا لا تحمل الله جميل، لأن نتائجها إليك. ومن ضل فإنما يضل عليها أيضا، إذا أنت سرت في طريق الضلال أنت تضيع، النتائج راح تكون سلبية بالنسبة إليك لحياتك ولمصيرك. ولا تزر وازرة، هذا الخط الإلهي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يتحمل إنسان ثقل غيره، لا أبوك يتحمل ثقلك إلا إذا كان قصر في تربيتك، ولا أنت تتحمل ثقل أبيك، يعني خطيئة أبيك. أبوك يحاسب على خطيئته وأنت تحاسب على خطيئتك. فهذا كذلك الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل إنسان خطيئة غيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الله سبحانه وتعالى لا يعذب الناس حتى يقيم الحجة عليهم، الحجة التي يعرفون من خلالها أوامره ونواهيه وما يصلح أمورهم وما يفسد أمورهم، بحيث الله ما يتركك بدون حجة. هذا والله جعل للإنسان حجتين، رسولين، رسول من الداخل، رسولا من الداخل ورسولا من الخارج. الرسول من الداخل عقلك، عقلك رسول الله إليك، فالله يحتج إليك عليك بما يدركه عقلك. والرسول من الخارج هو النبي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى إليك. وقد ورد في بعض تعابير أن الرسول عقل من خارج والعقل رسول من داخل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أعطانا عقل، لازم نشغل عقلنا ولازم دائما نحرك عقلنا، نحرك عقولنا من أجل سلامة مصيرنا في الدنيا والآخرة. لذلك الله لا يريد للإنسان أن يعطي عقله إجازة أبدا، حتى عندما تلهو اللهو الحلال وتمارس اللذة الحلال والشهوة الحلال، أيضا وأنت تمارس لذتك وشهوتك ولهوك ولعبك من الحلال اجعل عقلك في خط هذا، لا تمارس لهوك بدون عقل حتى ينضبط لهوك، لا تمارس شهوتك بدون عقل حتى تتوازن شهوتك في هالمجال. العقل الله يريده دائما يكون حاضر، بس وقت النوم فقط، خارج وقت النوم الله، لأنه الله ربط تكليفك بعقلك وربط حركتك بعقلك وجعل عقلك الحجة عليك، فلذا يريد عقلك يكون واكب لحياتك. هذا لذلك شغلوا عقولكم حتى في حركة عواطفكم. أنا دائما أكرر عليكم هالكلمة، أنه إحنا علينا أن نعقل العاطفة، أن نعطي العاطفة جرعة من العقل لتتوازن، وأن نعطي العقل جرعة من العاطفة ليرق حتى يصير طري شوية ما يكون جاف وجامد. هذا وقد ورد في الحديث القدسي أن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال فبي حلفت لما خلقت خلقا أعز علي منك، إياك آمر وإياك أنهى، وبك أثيب وبك عاقب. فإذا كان الله يأمرنا من خلال عقولنا
وينهانا من خلال عقولنا، فكيف يمكن أن نجمد العقل وإذا كان الله يثيبنا ويعاقبنا من خلال العقل؟ لذلك إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول، فعلينا أن نحرك عقولنا لننفتح على ربنا وعلى الناس من حولنا وعلى حياتنا وعلى دنيانا وآخرتنا، حتى ننطلق في صفاء الحياة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بعقل سليم. والحمد لله رب العالمين. اختر رفاقا. اختر جماعة. اختر مجتمعا. لا تختر الذين يكذبون، اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. تعلم من رسول الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.